السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل ويا رب يكون الجميع بخير. الله يسعد صباحكم لو عندكم صباح ويسعد مساكم لو عندكم مسا. النهارده ان شاء الله رحلتنا مختلفة خالص، رحلة جديدة من نوعها كده بإذن الله. طالعين النهارده ان شاء الله رحلة تصفيات في مدينة السحر والجمال، مدينة المياه والهواء، مدينة مرسى مطروح، مع الأستاذ محمود صاحب محل البحار. طبعا انا كنت جايب معايا العود ده دام 4 متر ونص، كنت عامل حسابي ان انا هنشتغل بيه تشويح هنا، فبالصدفه ربنا سهل معايا في الطلعه دي اتظبطت معايا طبعا النهارده مكنه بولو اس اكس 5000، اول يوم ليها في الخدمه ان شاء الله. ربنا يجعل رزقها كويس في مرسى مطروح باذن الله ومشيته. هنشتغل بصنار كفتة 6، هنشتغل برصاص 60 ان شاء الله على الوعر. ربنا المستعان الناس بدأت تيجي اهي، انا جيت بدري شوية لان ما نمتش فمستني الناس. هنا في مشكلة طبعا في الطعم يعني ايه، ما يعتبر ما فيش طعم طازة هنا زي بحري مثلا او زي ما بنتصرف فيه في ميامي. فانا جايب معايا شوية طعم بتملح كده من الموضوع باذن الله، ونتمنى صلى على النبي. على مالك. بص جاي يا عم الرواش. على مالك، بالراحة. يلا الصلاة على النبي، لمبوكة صغيرة. على مالك بالراحة. الله أكبر. عدي السلام يا جماعة. صلاة على النبي. صباحو لمبوك يا شباب. أول الصباح. يا عماد يا زيدان. الله يبارك في رزقك يا باشا. محمود يا حودة حبيبي حسن، ريسنا الغالي. دمبوكة تانية اهي. يا صلاة النبي. الله يبارك يا شباب، نهاركم كل ان شاء الله. ايوه باشا.
هاي زيك. ايوه باشا. نظر لمبوك يا جماعه الثانيه على البركه على التوالي. يومنا جميل ان شاء الله. طبعا احنا جرياتنا مش هنا لان احنا اصلا جايين نتفسح، فالحمد لله رب العالمين. ضربت اهي عماد يا زيدان، ضربت اثنين اهي ان شاء الله، الله كريم. باشا خلوك طالع على الشيخ ده، خلوك طالع على الشيخ، خلوك على الشيخ يا شباب. سبحان الله. اول شرغوش يا جماعة. يلا حلو. يا كريم يا رب. اول بغبغانة اهو في الرحلة. استغفر الله العظيم يا رب. وادي سمكة الله. يا كريم مرزة. يلا منتظر. يقدم معاك؟ لا انت في الصورة. ايوه تمام كده. ظبطت عليا. استفتاحي ده شباب اهوت على البركه، يعني اول بغبغه ليا. طبعا انا ما كانش معايا عده تسقيط النهارده خالص، شغال بعود 4 متر ونص والله. فهو استفتاحه ان شاء الله هنقضي اليوم، وبرده ان شاء الله هناخد سمك باذن الله. متعشمين في الله بس مش حرفانه يعني. طبعا ونعم بالله. الله كريم. طبعا احنا مع الرئيس عرفه النهارده. صباح الخير عليك يا رب. الرئيس عرفه اللي منورنا باذن الله. احلى صباح عليك يا عم رايس. طبعا استاذ محمود البحار. استاذنا احنا في استضافه الاستاذ محمود والناس الطيبه ديت. الله يخليك يا رب يا حبيبي. الله كريم. بص اخوانا معانا الرئيس عرفه ان شاء الله هيعمل لنا السبحه اهوت برضو عشان الناس اللي هي بتحب التفاصيل ديت. ف في ربطه معاها يعني افضل من كده، دي ربطه سريعه. تمام. لان احنا عندنا اعراض كتير قبل ما يعني انا عايزك بس تتأنى في سنار واحد بس. سناره ايه؟ سناره اهو شباب. وادي اهو بتحطوا على بعضكم اهو ونجي الناس. ايوه. ونحطهم على بعض كده. تمام. ونقعد عقدتين بس. تقعد عقدتين. هي الرابطة بتاعتنا برضو اللي احنا بنستسهلها، الخيتين ويعدي منها الخير. الله يفتح عليك يا حاج عرفة. ربنا يحفظك يا رب. تمام. تحياتنا ليك يا عم عرفة. سيبانا اهي يا جماعة، هنا بيقولوا عليها سكارس. باين كده ان شاء الله؟ باين ان شاء الله. بس كده مش باينة قد كده. لا شغال. حته مسربانه اهي بيقولوا عليها هنا سكارس اهي. يا كريم يا رب. يا كريم يا رب. دوس على اللحم. هتبوش اهو كمان يا جماعه اهوت ان شاء الله على البركه يعني. الله كريم ان شاء الله الرحله. لو احنا من الصبح يعني العمليه معانا تعبانه بس ان شاء الله ربنا هيكرمنا يعني. طبعا احنا مش عارفين نصور مباشر عشان كل واحد مالي في حاله يعني. فاعذرونا النهارده في التصوير المباشر. خليكم معانا. لا لا انت بقى كده ان شاء الله ترجع تاني يغنى من اولها. خد وقف وقف. عندنا سمك يا جدعان اهو. بجروه اهيت ولا انتوا بتقولوا هنا عليها مكيا؟ عم رجاله يا عم بجروه يا عم. هو يا رجاله يا مسالم. سمك مطروح يا رجاله. ان شاء الله تضحك معانا باذن الله. ساعة من ساعات يا جماعة ما تعملوش الأكل. لا إن شاء الله هيعملوا. هيعملوا الأكل. الله كريم. ماشي في سبالته دي وقف بيطلع أحمر.
يا كريم يا رب. صلى على النبي. تعالى يا باشا، تعالى يا حبيبي، الله يوسع علينا وعليه. حاج محمود اهو، شرفوش اهو، والله ساعه من ساعاته بترضى عبيده يا جماعه. الباشمهندس طالع. يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، اللهم صل على النبي. ما شاء الله تبارك الله. بالراحه بالراحه، اطلع اطلع، صل على النبي. المرجان الحلو اهوت، او ده بقى المرجان بقى، هو ده المرجان. صلاه النبي، اللهم صل على النبي. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك يا كريم يا رب. حكاك حكاك يا حمو، اوعى تنام. خلاص خلاص، فيديو. اه فيديو. لسه داخلين دلوقتي يا جماعه، عندنا يعني رحلتنا على خير الحمد لله رب العالمين. هو استرزقنا يعني، بس ايه، الحمد لله على اي حال. والله كان يوم جميل يعني وممتع، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.